أعزائي المشاهدين، كل إثارة وكل كلام نصير به مثلا معاينة أمام الناس أمام الجمهور يعني يختلف. اليوم احنا هاي جولتنا في الأطباء ومع شارع الأطباء، نريد نفهم الآلية الوضعية. فندخل وياكم إلى دكتور نصير نشوف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شلونك دكتور؟ العافية، الصحة والسلامة. شلونك دكتور؟ على الله الحمد لله. دكتور، احنا اليوم فضائية صلاح الدين نتجول في شارع الأطباء وفي الصيدليات والأطباء، ناخذ حقيقة آراءكم كاختصاص وأطباء. اليوم الحقيقة أكو نوع من المناشدات إلى زملائنا الأطباء وأخوتنا أنه أكو ارتفاع، يعني ليس بالطفيف وإنما ارتفاع قوي بأجور الدواء. يعني كيف توعز حضرتك دكتور؟ يعني والله يعني شوف، الارتفاع الرئيسي عندنا مو بأجور الكشفيات إنما بأجور الأدوية. يعني اليوم كأطباء اختصاص، اليوم دكتور نصير أجور الأطباء يعني بالمحافظة وبتكريت بالذات ما يتجاوز 15، من 10 إلى 15 إلى 20، بعض الاختصاصات النادرة جدا 20. فهذا معدل بالنسبة للعراق معدل مناسب. هذا كطبيب يعني؟ هذا كطبيب. تبقى المشكلة الرئيسية هي مشكلة الأدوية والصيدليات واختلاف الأجور بين صيدلية وصيدلية. يعني معظم الأجور الصيدليات هي تعتبر مرتفعة، خاصة بعد أزمة تسعير مال دولار وغيرها، هاي أثرت على السوق بشكل يعني مؤثر، وزادت الأجور حوالي 25% إلى 50%. فيبقى مشكلة الصيدلية وتسعيرة الأدوية بالصيدليات. هاي مهمة على نقابة الصيادلة أن تنتبه، هذا أهم خطوة يسووها إذا هم جادين بحل هاي المشكلة، هي نقابة الصيادلة. أكو خلل بالموضوع، والخلل أكبر دليل على اختلاف الأجور بين صيدلية. ولذلك أكو يعني تمييز دكتور، يعني أكو دواء بين صيدل وصيدلية يختلف حتى بالمناطق يختلفون. منطقة غالية منطقة رخيصة، وهاي ملحوظة مو بس عندنا بالمحافظة، بغداد عندها موجودة هاي منطقة الحارثية غضب، أسعارها ضعف ثلاث أضعاف أضعاف الباقي المناطق. يجوز تأخذها بالبيع أرخص. أرخص. فهاي مشكلة أكو عدم سيطرة نقابة الصيادلة على الأدوية وعلى الصيادلة. دكتور يعني حقيقة أنا أول شيء جيت عليك أنت كاختصاص، ويعني نعرف حضرتك، يعني كيف نحصر بالنسبة للموضوع؟ يعني اليوم الطبيب، اليوم أنا أريد أجي لدكتور نصير، اليوم أكو موضوع أنه الكشفية والسونار والأشعة، هذا كله دي زايد على الموضوع، كيف نقدر نحل هاي القضية؟ والله هو طبعا دور نقابة الأطباء، تفعيل دور نقابة الأطباء، وأكو تسعيرة، التسعيرة الرئيسية تجي من نقابة الأطباء المقر العام. نعم. وهي تسعيرة عموما يعني أعلى من ما موجود حاليا، تسعيرة رسمية في نقابة الأطباء هي أعلى من ما موجود. يعني بس يعني يبقى أي نعم يبقى تقدير الطبيب، يختلف من منطقة إلى أخرى، فيقدر يخلي السعر مناسب حسب منطقته. يعني الأجور اللي تصير ببغداد مستحيل تصير هنا في محافظتنا، على الأقل أنا أتوقع على الأقل 50% من أجور بغداد إحنا ما نقدر نتجاوز 15-20 بالكلفية، مستحيل. هذا شيء ما يناسب كمدينة أو محافظة. بالضبط، كمدينة، إمكانياتها، الوضع الاقتصادي مالتها، الوضع العام. إحنا في هنا الوضع العام يعتمد، هنا بمحافظة تشكيها تعتمد على الرواتب، أكو رواتب أكو شغل الناس تقدر تتحرك، ماكو رواتب كل شغل ماكو، رغم أنه أمراض وكذا، رغم الناس ما تقدر، خطية إمكانية ما عاد. نعم. معتمدة على طبيعة عملهم، على الرزق مالتهم. نعم. فأنا أتمنى دكتور إن شاء الله نحل هذه القضية. والله هو أنا أقول لك تفعيل دور نعم. نعرضها أمام من يهم الأمر هذا. أي أنت، أنا بالنسبة لي تعرض هذا الموضوع على نقابة الأطباء المقر العام، خلي يسوون مراجعة دورية للأسعار، وأسعار تتناسب، وخلي تختلف الأسعار من محافظة لمحافظة. يعني إحنا مو قياسنا محافظة بغداد، قياسنا محافظتنا وظروف محافظتنا. كل واحد. قد تكون من يقدر على أجور بغداد أو أجور الشمال. فعلا. تختلف من محافظة لمحافظة. لكم الموفقين دكتور. إن شاء الله صحة والعافية. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، مع السلامة.